أنعم بغراس الأخلاق لا ريت نصاقا أخلاق لا ضيقا نور بجنة هذه فيك بالكتاب الخلاص بصحبة أزهار حقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت بألسن لوحتنا شعر شعر أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرق الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وليوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأذواق ولدى الضراب بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي وطموح الغادة ميزها فاقت بالعزم السباقي هند بالعقل تميزها ترقى بالفكر الدفاقي مدرسة الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاق أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاق أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي